رسالتي الأخيرة النهاردة لجمهور النادي الأهلي. لو أي حاجة هتحصل يوم 24 ويوم مباراة الهلال هتبقى من حضراتكم. أي حاجة هتحصل إن شاء الله ربنا هيكرمنا، وهتلاقوا الفريق ظهر بمستوى جيد جدا في هذه المباراة إن شاء الله يعني. وهم وعدوا كل الناس ببذل مجهود كبير جدا خلال الفترة القادمة علشان يقدروا يصعدوا كأول عن هذه المجموعة، ولكن جمهور النادي الأهلي هو المحرك الرئيسي والأساسي لكل لاعيبة النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي إذا أقر الأمن بوجود 20,000 متفرج أو 10,000 متفرج، أنا متأكد لو أقر الأمن بوجود 100,000 متفرج هتلاقوا 100,000 متفرج واقفين ورا لاعيبة النادي الأهلي. فالدور الكبير القادم هو على جمهور النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي اللي دايما، أنا آسف إن إحنا دايما بنرمي الحمل على حضراتكم، ولكن جمهور النادي الأهلي هو الملجأ لينا لما كلاعبين يعني. لما بنلاقي جمهور الأهلي مالي الاستاد وحوالين الاستاد كله أو في الاستاد كله، لا قلبنا بيوجعنا. المناظر اللي حضراتكم شايفينها دي قلبنا بيوجعنا، والدخلات الحلوة والكلام الحلو ده هو ده اللي احنا عايزينه. أنا كلاعب كنت بتأثر بهذا الموضوع بشكل كبير جدا. لو كان مستوايا بيبقى 20-30%، لا مستوايا بيروح أو 100% بيبقى 200% بوجود جمهور الأهلي وبسبب جمهور النادي الأهلي. الجمهور له عامل كبير جدا في الفترة القادمة وفي المباراتين، في المباراتين بالمناسبة، في المباراتين بالمناسبة من حقكم تزعلوا، من حقكم تتضايقوا على المستوى اللي ظهر به لعيبة النادي الأهلي في هذه المباراة، ولكن المساندة واجبة، الدعم خلال الفترة القادمة واجب. كل الأمور دي يجب أن تكون متواجدة من جمهور النادي الأهلي، وأنا متأكد أن هي هتبقى موجودة. خلاص أعتقد أن الرسالة وصلت لكل لعيبة النادي الأهلي، لكل اللاعبين في النادي الأهلي، أن جمهور النادي الأهلي زعلان شوية منكم، زعلان شوية منكم لأنكم كنتوا تقدروا من خلال هذه المباراة أن أنت تكسب هذه المباراة وتسهل الأمور على نفسك في الفترة اللي جاية. دلوقتي الجهاز الفني واللاعبين حطوا نفسهم في موقف صعب. الموقف الصعب هو إيه؟ أن أنت لازم تاخد 4 نقاط من ال6 نقاط القادمة، على اعتبار أن الهلال هيكسب بلاتينيوم يعني في زيمبابوي، وأنا أشك، لكن عموما خلينا نقول أن الهلال هيكسب بلاتينيوم هناك، وبالتالي هيبقى الهلال عنده 9 نقاط. حضرتك بقى بالهلال هيلاعب بلاتينيوم، وحضرتك النادي الأهلي هيلاعب النجم الساحلي. لو الأهلي كسب النجم الساحلي والهلال كسب بلاتينيوم هيبقى 9 نقاط للهلال و9 نقاط للنجم الساحلي و10 نقاط للنادي الأهلي، ويتبقى نقطة وحيدة للنادي الأهلي في آخر مباراة أمام الهلال، لأن النجم هيكسب نادي بلاتينيوم في تونس، فهيصل للنقطة رقم 12 في آخر الجولات. فأنا متأكد إن شاء الله إن خلال الفترة اللي جاية دعم جمهور النادي الأهلي هيبقى متواجد على كل مواقع التواصل الاجتماعي، هيبقى متواجد إن شاء الله يوم 24 في مباراة النجم الساحلي خلال المباراة القادمة، الجولة القبلة الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا. متأكد إن هيكون هناك دعم من جمهور النادي الأهلي في مباراة الهلال السوداني في السودان خلال الجولة الأخيرة إن شاء الله في دوري أبطال إفريقيا، لأنه اللاعبين دول يقدروا يوصلوا لنهائي هذه البطولة وياخدوا هذه البطولة لو في مستواهم الطبيعي. لكن اللي حصل في خلال السفرية اللي فاتت وضغط المباريات الكبير وكذا وكذا وكذا، أعتقد أن ده كان له تأثير ولو بسيط، لكنه ليس مبرر. إحنا ما بنقولش مبررات يا جماعة، إحنا بنقول لحضراتكم حقائق حصلت معانا قبل كده، حصلت معانا كتير قبل كده. فمهم جدا أن الدعم الجماهيري خلال الفترة القادمة.